النهارده وناخده من على الواتساب. سائل يقول انا بسافر ساعتين مواصلات وبركب كذا عربيه عشان اوصل من محافظتي للجامعه في المحافظه الثانيه، ينفع اجمع صلاتين مع بعض زي مثلا الظهر والعصر او المغرب والعشاء؟ اذا كان لهذا الظرف مش يقدرش ينزل في مكان يصلي بين المواصلات او يصلي في المواصلات، اذا لا يتمكن من ذلك لطول المسافه والمحاضرات ورا بعض او في الجامعه ما فيش مكان يصلي فيه، إذا كان ذلك متعذرا بيقين فلا مانع أن يجمع لهذه الضرورة. نعم، جزاكم الله خيرا.